رسول الله حتى الشاهد اللي مش يشهد اللي انا ما قتلتش توفى. لا اله الا الله. انا مش مصدقه. مش مصدقه اللي قاعد يصير؟ لا مش مصدقه اللي انت ما قتلتوش. انا مش مصدقه اللي انت ما قتلتوش. يا راجل قتلتوش. اطلبي الحاكم. هيا قد ايه نومرو؟ تشرح مني بنتي يا ماما. اطلب الحاكم. قلت لي اطلب الحاكم. ثبت روحك تو. امان تتصورني بجاه ربي نقتل بنيه؟ تصورك تقتل بنيه؟ بجاه ربي والله. انت مره قلت لي كان مش بكرك قتلتني يا بنتي. تو انت تحسب في روحك بنيه اصلا؟ انا مش بنيه. عم مش نطلب الحاكم. لا لا امان لا بالعكس. انت اللي تنساه. انت محليك. انت خير من الف راجل. الحقيقه رايفه. اي انت الصديق وقت الضيق. شنو اخر قول لي كلمه حلوه؟ السجن. فما شويه كلمه حلوه ياك هاو اللي تم قلت لك كيفاش مغسول بقول لك حتى كلمه. يا ربي شنو الحل يا ربي شنو؟ خليني نخمم لك شويه. دقيقه دقيقه يا ربي. اي لقيتها لقيتها. نعملوا جائزه ماليه للي يقول شكون قتل. حلوه. نعملوا جائزه ماليه للي شكون قتل. عاد نعملوا اس ام اس خير. نقولوا ابعث اس ام اس اكتب اس واحد لو كان انت قتلت. هي. اس اثنين لو كان انت مشارك في الجريمه. هي. اس ثلاثه لو كان انت متفرج في الجريمه. اس اربعه لو كان انت جثه. لو كان انت قتل. اسمعني وقسمت معايا الربطيه. خذ انت 15 سنه المتفرج وانا 15 سنه. طياره. طياره. انت بما ياسر. يا ربي شو نعمل يا ربي يا ربي شو نعمل. ما تبكيش يا مان. ما نحبش نشوفك تبكي. مش تبكيني راك. كنت تبكيني مع شنو اسكت راك. ما تبكيش اي 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 انت هون شريها شريكه يا شنو تروى مليار مش برشا. انا ندفع 15 مليار ما تزيدني حتى كلمه. توهامي سام الحميد. توهامي سام الحميد الحمد لله على سلامتك. عجبك كسكروت بعثوا لك البارحه؟ تعرف توا كنت اطلب لك المحامي باش يخرجك من الحبس. يا اخي شبي حالتك هكا انت؟ توامي فكوني حوايجي سلكتك ما غرستش بروبه. تعرف ايش عملولي؟ ضربوني وطردوني من الحبس. عارفي يا اخي ولاو يطردوا من الحبوسات. ولاو يطردوا من الحبوسات كله منك انت يا وجه الفخمه. ايش عملت مع منو؟ ما عملت شيء. هذيك منو عندي ليها الحل كيفاش باش يجيبها معانا؟ هذيك الوحيده باش توصلنا للعند. كيفاش؟ تعرف احسن صديق للمراه شنو؟ صاحب صاحبتك تفكه ولا؟ بهيم وقصير. يا ودي ليه؟ احسن صديق للمراه هي الماده. يا عارفي صحيح. انسان ديما يطلع على الماده حتى يبدا يسوق في الكراب يطلع على الماده. عندهم مشكله كبيره مع الماده نساء. يا ودي زايد انت ايش بتفهم نساء؟ انت الانثى الوحيده اللي طبعتك هي كلبه ماكلها مرتين. انا نفهم في النساء. المراه راهي تحب الفيس والفلوس. هذيك علاش انا منو خذيت لها كرهبه باش خليها تحبني بالسيف عليها وتولي تجري في جرتي. الله يتبارك الله عليك يا عارفي. خديش تفهم في امور نساء والله. انا ما نجمش نمشي هكا. تعرفش كيفاش التهاب؟ شد مفتاح الكهرباء ذا برا حطوه لها فوق البيرو واكتب لها كلمتين حلوين. الله يبارك يا عارف عندك كذا رجال. قل اعوذ برب الفلق. خذيتي ساندويتش باش تدن عليه. تحب تاكله؟ لا ما نحبش. راس لو تعدت. ولا تحب نقول لك حاجه؟ ادخل نعمل قدمه حتى هو البحر يجوع. اخر مره نجيبك فهل البحر مضمض. سيرين اعمل ربي في بالك. سمنت راهو يلزمك تعمل ريجيم. عندك الحق. تعرف انت لو كان جاء قد مخك قد فمك راك طبيبه تو. خيورين اللي انت ولا شنو؟ كل راسي كور. لازم نعتمد عليك. انا حزنها برشا. لو كان تشوف انا. بالحق ماهيش نفدلك جمله شكيب. نحب نقول لك حاجه. ما تقوليش تحب تاكل الساندويتش وحدك. سينا الساندويتش بتاعك بربي. راسي راهو تعدات. المفيد الساندويتش لا. احكي احكي اش تحب. شكيب فما شكون يحب يخطب؟ شنو؟ وانا؟ جاك قاعد انت ما تحبش تتحرك. هي ما جبتش امي وجيت لداركم باش نخطبك. شفت بوك شعمل معانا؟ قالت لي ما تحبش تتحرك. شنو نقوم نشرح في السنه انا؟ تي بوك تردها بالمشطه وبالاماريه ب 42. يا كيف عرفت؟ شفتها في ظهر امي مسكينه.
في بالك اللي جاي باش يخطبني يخدم بيلوت وعنده دار في سوسه ودار في حمامات ودار في اللاك بالبيسي. تحكي بجدياتك؟ اسمع كان ما عجبكش خليني نلحموا مع بنت خالتي. شكيبة مانيش مصدق. صدق لازمك تصدق. لازمني نمشي نتفاهم معاه اليوم. فما واحد امه باش تبكي عليه بالدموع على خاطر باش نقتلو انا. ليه شكيب؟ بو خاذي وينجم يحطك في الحبس وانا تعرفني خاف عليك. شنو بوه قاضي هو يبيع في الساندويتشات؟ يعاش بيه بوه قاضي؟ انا نبهت عليه قلت ما تحطش البصل في الساندويتش. علاش يحط في البصل في الساندويتش؟ نورمال هذا نورمال. معناها نقولك جايين يخطبوني انتي لاقيلي بالساندويتش اللي بالبصل واللي من غير بصل؟ الساندويتش اهم مني يا اخي. لا مستحيل ما تقارنيش روحك بالساندويتش. اما بالبيتزا حاجه اخرى. معناها ماكش باش تعمل حتى شيء باش تخليهم يجوا يخطبوني؟ شنو انتي فكيت نشتري ساندويتش شديت عليك البوم. خلي يفكري خطيبتي. استنيني نكمل الساندويتش وتون تصرف. ايش هنا؟ ايش ايش ايش؟ صباح الخير مدام من. اولا قلت لك ما عادش تعيط لي مدام، انا مادموازيل. ثانيا مش منو، منال. باهي وينك البارح؟ اخي ما سمعتش بالبركاج اللي صار المترو نمرو 4؟ اه هذيك علاش ما جيتش؟ ليه انا خديت مترو نمرو 2 خلطت للترمينيوس وقفني الكونترولور قال لي اعطيني تذكرت. قلت له راني ما عنديش تذكرت. وقفك؟ ليه قلت له عندي اشتراك شهري. عطيته الاشتراك الشهري هبط. ما سمعتش بالاكسيدون اللي صار نتاع النقل الجماعي؟ ما تقوليش انت هو اللي توفيت. ليه انا وقتها خديت الكار 8 غير درج انا قدام الشركه اول موظف في الشركه هو وانا داخل نتفكر اللي انا خليت التلفزه تشعل وانا فاتوره الضو جاتني 350 دينار. يا اخي انا قلت نرجع نسكر التلفزه. سمعتش بالقريف نتاع الترينوي؟ سمعت بيه. انا خديت تاكسي نهار على عقب. اي فك علي عاد كسرت لي راسي الصباح. برا مشي البيرو يا فما حاجه فوق البيرو هز هذيك نتاعك برا تو نخلط عليك. هاي ماما. الو وي وي نسمع فيك. نسمع فيك حبيب. وينك؟ هاني في البيرو. وينك؟ هاي بيه. ايش دخلك انت؟ اصلا مش تحكي معايا. مش عليك مش معاك امشي. الو كرم هذي باش نحطها كوات ونعلقها نوريها لامي. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله. يا خفا ما راجل يبكي هكا. يا رب كيف باش نبكي هكا؟ اسكت اسكت كسرت لي راسي تستحق اكثر من هكاك. تامر مش معقولة كيف ثاني مرة تعملوا معايا هكا؟ ليك هاو جبت روحك هذيك مردودك وين وصلك؟ ارحم والديك عندك شركة كاملة وغفر معها ثاني مرة تبقى. إن شاء الله يا ربي يا سي عنتر يخرج من الحبس. ما زال هتخلص سي عنتر الحبس. إن شاء الله يا ربي يدخل ويخرج. إن شاء الله في راسك. مش مشكلة يرحم والديك وربي يفضلكم شركة كاملة. ما إيش مصدق ما إيش مصدق. اسمع يفهمني يفهمني راني نحبها 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 ومستعد نضحي على خاطرها أنا. ضحي بأي حاجة أي حاجة؟ ما عندي حتى مشكل. يا ودي مثبت روحك. صاحبك راجل. باهي يجي معايا. الدرس اللي قريناه البارح محفوظ. درس اليوم تطبيقي وانت شكيب بتطوع باش تنفذوا عليها اللي قريناه الكل. واضح؟ واضح. انا باش نعتبر روحي بنية ماشية في الخلال المخلي والوبش هذايا باش يتحرش بها. بس بس ياسل امان يزي راني مخطوب وخطيبة عايش في ايطاليا. اول مره نشوف القمرة تمشي على ساقيها. امان يزي راني بنت عائله. شنو الشعر الحرير؟ مسني ولد الحرام ساقر واحد هجوم. صحيت ساقر واحد. مزتها بتعرس بسيرين. هاي منزلت المتهم مش بد سلاح ابيض. وين سلاح ابيض يا سي عبد؟ صقر سنين هجوم. شوف شو صقر. واو 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 نفل فات نفل واو. صقر سنين مكانك يعطيك الصحة. مازلت تحب سيرين يا شكيب؟
بزلت حب تعرس بنتي شكيب شكيب شكيب. ها ها شكون؟ عثمان عثمان. أنا عثمان. إيش قلت؟ مازلت تحب تعرس بنتي؟ ما زلت نحبها. ياهي المتهم مذنوب فيه أنه يحمل حزام ناسف. وين حزام ناسف؟ صقر ثلاثة هجوم. هاي عرس بها كان بقات فيك حاجة. إيش قلت راني راجل؟ بعدش راجل بعدش راجل. أنا بحاول أعيده شكيبة. صقر ثلاثة برافو. جي معايا غدوة للتدريب ونحكيه في الخطبة. لا لا بعدش خطبة بعدش بعدش. أنا عندي أخرى لو قبل أختار رجل. أي رجل في دول تحب عليه؟ أي رجل أي رجل؟ أطلب دنك حب رزوك. شكون رزوك؟ علاش رزوك؟ نحبو خاطر عندي ما نقول نحبو كل يوم يحل علي السرداء. آه ويبدا يقول وانا نقول. شاه نحبو نجيبولك على كرش ويحبي. عيطك يا سي بوجبل. عطي فيا ثيق. عطي فيك ثيق. على شرط. وشرط؟ جيبي حاجة من رياضه. جيبلك عمتو. حاجة من رياضه. مريو الخرا. مريو الخرا هاتي بوجبل. شو نجيبو مريو الخرا متاع عبد الرزاق؟ هيا شكيب هذا روحك. سيرين بنت عثمان البوليسة. شنو نعرفها؟ دي نعرفها كثير من روحي هذيك. اللطف يا ربي اللطف يا ربي. دي عرست ثلاثة مرات عرفي. بلا مستوي دي بطيحة مرتين هذيك. دي كل نهار تروح الستة بتاع الصباح. دي معروفة في الحومة ملاقبينها سيرين سهريات تعمل لها بال جيت بات. ايوه هذوك يا اخوي ايش عندهم الظهر في العرس هذوك؟ هما ويتيحوا بك المغفلين هك البهلل. تلقاه جايب خبزة قطو وباكو نوار وجايب أم وأبوه وجاي يخطب. فما منهم برشا راهو البهلل هذوما. أنا سمعت والله أعلم سمعت فما شكون جاي يخطبها اليوم. يا أخوي الواحد ما يحكيش على ولاية إن شاء الله ربي يهناها كاو كاو ربي يهناها. تسمع سي شبيبة؟ يما ماهوش يحكي على سيرين راهو. سند ثبت. عسليمة عسليمة ربي سامحني خويا انت كنت تحكي على سيرين بنت عثمان البوليسي. اه سيرين بنت عثمان البوليسي. ما تقوليليش انتوما ربي هنيكم شاء. ايا روح يما نحبها يما حبة طيح مرتين خليك عم تزيد طيح لقدرك. هيا اسمع كلام امك. هاي شد شد حتى نعاني في جهدك. ايه شد سي عثمان راكي موش انتي ما تخليش تروح. الحمد لله والديك اقتحام احد سكنه بدون موجب حق وهو حول سرقه. سي شكري بصحة فيا راهي اختي. مانيش مهبولة. انا قلت لك مهبولة. مانيش مهبولة. انا قلت لك مهبولة. انا قلت لك راني مانيش مهبولة. يا بنتي مهبولة عشان ما تعصيش في قلبي. شو شكري بارك الله فيك ويرحم الله والديك تعيش ان شاء الله يا اخي الله. تبعني انت كله يهون على هذا المليون. مرحبا بك سيد ملازم اول تفضل. سيد العقيد جيتك في موضوع ان شاء الله خير. عثمان المفتش شبيه زاد شكك فيه مش نظيف برشا. عندك ادله؟ صارت حاجه قدامي خلتني نشك. خذ اجراءاتك الكل حتى حد ما فوق القانون. الوزارة عمرها ما تسكت على بوليس مسخ. واضح. احترامات السيد العقيد. لميت الرشق الكل بالطبيعة حاسبته راني نلقاه ناقص 10,000 ليلتك لما شاوم هيلك. تهنى مدام شريفة مش تلقاه زايد 10,000 مش ناقص. مليح برا امشي جيب الكهرباء واستناني لبرا بدل دبش ونخرج لك. الله يبارك يا احلى شريفه في الدنيا. ياسر تلبيق حقا شوف شنو كتبين عليك يا قنبله الموسم. ماهوش جديد عليا.
بارك الله عليا محليني. شكون هذا؟ عنتر السبتي. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الدقله، صباح الزبده، صباح الزبده بالدقله، صباح الزبده والدقله والبفريمه. اي كملتش قايله تو ماهوش صباح. قايله تو؟ اي يا هي قايله هنا. اش تحب؟ نحب المسلي. اي سامحني. اي سامحك يا بنتي، انا مسامحك دنيا واخر. سامحني البرة. عليه مش تبدل حوايجك. بلاي قولي ساعة، وصلك المفتاح؟ مفتاح شنو؟ مفتاح سعد الله يا بنتي. مفتاح ال يا ولدي ما فهمتكش. سامحني عاد، ماني ما خدمتهاش. لحظة بركة مش خدمها. بركة ما نشطح البرا، نطلب لك البوليسية. بوليسية لا يا عهد، كله ولا البوليسية. بسم الله. صباح الخير. صباح الخير. أنا العارف الكبير اللي هنا. ما تظهرش، ماكش كبير برشا. صحيح، أنا صغيرة ما عندي قلب كبير. يا شو اسمك انت؟ حضر لي القهوة بتاعي. يلا نجي بها سريع. وعليا. استنى جيت فيا. تفضل تفضل اقعد ارتاح تفضل. شكون سيادتك للا؟ أنا شريفة. شريفة، فاش نجم نعاونك؟ مش هذه الشركة متاع عنتورة؟ عنتور؟ شكون عنتور؟ تي عنتر، أما أنا نتربش بيها عنتور. سي عنتر من فضلك. شبيك مكبوسة؟ أنا حتى تعرف. فاش نجم نعاونك للا؟ لي عزيزة، أنا اللي باش نعاونك. أنت فاش؟ قريت في الجريدة اللي عنتور وشرشي في جريمة قتل ليلة السهرية اللي في دارهم. وأنت إيش دخلك فيها الحكاية؟ إيش دخلني؟ أنا الرقاصة اللي استدعاني ليلتها عنتور. أنت الرقاصة؟ إيه. يا أخي ما خلصوكش غادي جيت تخلص هنا؟ يعطيك دودة عزيزة، أنا نخلص بالمسبق. إيه فاش تحبني نعاونك أنا توا؟ أنا نعرف شكون اللي عمل الجريمة. شفتوا بعيني هذه اللي باش تاكلها الدودة. يا بنتي مثبتة من اللي تقول فيه؟ إي، وجيت باش نشهد ونقول الحق على خاطر عنتور ما عمل معايا كان الباهي. حرام هكا يمشي في الساقين. وش بيها أنا عنتور ما عملش معايا الباهي؟ عنتور. اي باهي باهي، تجي معايا بربي لحظة. ليه اختي؟ هاو العنوان متاعي وانت اللي باش تجيني. الو عنتر. اوه يعطيك دودة يا عنتر، توحشتك والله. انت يعطيك دودة، اش توحشتك اش توحشتك. والله حطينا حطينا. نعيط الراجل. اش تعيط الراجل؟ اقعد. معز يا معز يجهز. هاي علي جيت. يجهز جيد دخلة متاع غلية مش عادية. يا معز يا معز يا معز يجهز 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 يا معز يا معز يا معز.
يلا جز 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 يا 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 مستوى طايح عليه للا قد ايه دخل انت في الشهر؟ نعم للا انا دخل في الشهر 3 زوز مليون و200 انا نخلص انا نخلص فيها القرامين هذه 600 دينار انا السهريه المقينه ندخل فيها 5 ملايين رشق تكذب هذه انا وحدي رشقت عليها 10 ملايين تحب نزيد نحكي لك على المستوى طايح ولا يزي؟ احكي لي احكي لي ما تحكي لهيش احكي لي قال لي ما تحكي لهيش احكي لها ما تحكيليش اقعد تعرفش كيفاه انا ما نجمش نقعد في المستوى ذا باش نستناك لبرا خذ المعلومات واخلط عليا انا نمشي نجيب الجو ونجي برا يا لطيف يا شريفه يا شريفه لك وحشة يا شريفة والله حبيتي والله تعرف يا شريفة والله يا شريفة يا القاعدة بحذك شريفة توحشتك والله كنت رأي أنا توحشتك أنا ما نرقدش الليل دي ما نفكر فيك نقول زعما اش عاملك المرة الطيبة المثقفة يمينتيش مثقفة اش عندك في راسك على الأخر يا ميت عدينا تذكر كنا نطالع مع بعضنا أي الجاحظ وابن المقف ابن سينا ايه اش عامله انت تو اش عامله؟ انا تمهمشت شويه بالاولاد اولاد؟ انت معرس عندك اولاد؟ بيان سور ما في بليش معز وي حبي اقعدوا معز ايجا اقعد ايجا اقعد معز يجهز لا لا ما عندك ما تهز تنقوماتي انت الخاسر جيب الاولاد يقولوا لي تصبح على خير ايا توت سويت والله العظيم قلبها طيب على قد قلبها ربي يعطيها هيا ادخلوا تفضلوا هاي كل يجيوني لهنا لتونس شريفة بارك الله بارك الله عليها انت اش تعمل لهنا شريفة شريفة شروفة انت اش تعمل لهنا انا نفسي نجيب الزو ونزي انا جيت بحث شريفة دواعي امنية وانا دعاوي خيرية من عند العزوزة باش نشدك بالكمشة يا اخي تعرفوا بعضكم انا نعرف الاشكال هذوما كنت تشوف انا نعرفك الاشكال هذوما لم فمك ما كانش تو نهزك المركز تو نفسرها لك هذيك الاشكال هذوك. وانا زاد نجم نخطف ساقي لدارك نكلم سيرين نحكي لها على الحكايه الكل. شبش تقول لها سيرين؟ ما فهمتش شنو صار. شو تقول لها بيكك المثل الاعلى متاعك يسهر بحذا رقاصه. عليه تهمه هي رقاصه؟ تهمه واسكت انت. شكيب. ايش معايا البرا حشتي بيك اسبق اسبق طونجي يقوم الله يبارك يا في لماء هيا عودوا طلوا باش نجيب لكم الجوزي هو مانيش نازل في المركز اما على شرط ايه تعطينا الشرط خلينا نقرا حساباتي تقرا حساباتك لا ما تقولش السيرين وعفيف وانت زادة ما تقولش السيرين باه تفهم شاش تعمل انت تو انا مروح هي برو وانت شو باش تعمل تو اش عندي من نعمل انا مروح هي بروح شاكيب باهي رايس سي عثمان ما سلمناش على شريفة يزيش من البلاد
صباح الخير. على خير. انتور انتور هم شيء وزوز. برسم زعما ماشي يرجع حتى حد. تخافش عزيزي ما عاد يجي حتى حد. عايش كي شريف تعرف شريف انا روحي يا روحي. وي الجماعة جاو. انا جماعة اللي جاو. الفرقة جاو. فرقة شو فرقة الابحاث؟ تي ليه؟ فرقة الهشك بشك. والله طيحت لي قليبي يعطيك دودة محليك عسل عسل مالرويج اللي عندك هاقة زبط. المرأة أكثر حاجة تحب هو الراجل المزيح والبوغو. أوه حدولة دي عندي منها البوغو سيزم عندي. حب زيد الراجل الحنين واللي يقول الكلام الحلو. شنو واحد إيه يا بنتي أنا وائل الكفوري ريتيه قلبي لأنه في بلاستو كمانجا. وأكثر حاجة تحبها المرأة هو الراجل اللي عنده برشا فلوس. فزدتها هذه فزدتها. مش وليت تخدم عندك شهرية؟ اي معناها انت توا رجل الدار. اي بالطبيعة. اي هاو الملاك ما رجني على حق الكراء خلصوا. باهي باهي توا نخلصوا. باهي باهي عاد لازمني غدوة نتصرف في حق الكراء. نرجعوا لكم بعد الفاصل. اش فما ماني قلت لك توا غدوة نخلصوا. تيلاه جيتك على حاجة أخرى نتاع سونيا جاي باش يقص الماء خلصوا. اي جاية نتاع الماء يا زلمك ادخل ادخل ما تحشمش ادخل. شنو هذا؟ خويا راه 6 شهور ماء مش خالص، مش يقص عليكم الماء. ايه يا معلم على الأقل، خل ندوش بعد قص الماء، يرحم والديك. برخص ترافق دوش لا، عندي برشا خدمة، كي تجي تخلص، غدوة نرجعوا لك بالوقت. باهي باهي باري خرجيه تو غدوة نتصرف، باهي. هاي. عندي برشا خدمة، هم يخلص، نرجعوا لك بالوقت. شو نعمل أنا تو لازمني على الأقل مليون ونص باش نخلص، منين باش نجيب؟ منين باش نجيب هذا الفلوس هذيا الكل؟ مش انت راجل الدار؟ لا لا مانيش راجل. في بالي هم تاع ستيك جاي باش يقص الضو خاطر ماهوش خالص. خمسوا يا نتاع الضو. اي ادخل ادخل ما تحشمش ادخل. خويا راهو الضو مش خالص عندي 6 اشهر باش يقصوه عليك. خويا نجم تخليني شارجي تليفوني بعد قص؟ لا سامحني ما نجموش خلصت ونرجعولك. باهي 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 باري خرجيه باري خرجيه تم خلص. اسمع والعطار خلصوا زاده كي تجي خارج من الدار. باهي تم خلص. بيت تتم في الفرجيدير كل مرة تخرجني واحد أو نخلص منين باش نجيب أنا منين منين. المرأة تحب الراجل اللي يجيب لها الكادوات الغالي. والله لما نوقفك على الثلب يا منظر هاتوا نوريك هاتوا نوريك. وأكثر حاجة تكرهها المرأة في الراجل هو اللي يضرب الشليكة. ها يا حبيبي يا عين يا عيني يا ليلي ينصف رايحة يلا يا حبيبي يا عيني يلا يا شريف يلا يا عيني يا ليلي ينصف رايحة يلا يا ليلي والله شلال تاكسي. سمحني خويا والله مريتها في روج البلاك ستوب زيد عندي مرتي ما جتني في التليفون انا نقول لها علق ممنوع وهي مكبش كنت ثم خطيه بالوقت خويا تنخلصها. يا دي ليه ليه راك اخي نعرف نعرف خويا اللي انا غلط بلي عدي هلي عايش خويا المره هذه. يا ولدي فما مشكله راه صحيح صحيح فما مشكله ودي شتعمل شو مدهم لي سمحني عايش خويا والله ما نقصد سمحني يا ولدي شت...
شنو المشكل؟ ماكش صورتي على الغناية. ما في باليش فما خطية على صورتي. مالا هاو في بالك فما خطية 70 دينار. لا ما تفرحيش بيا. اه باهي هاي بري واصل هاي بري حطي الهاوس بري شوي هاو جاك هاو جاك بس شوي. بلاش يا حاجه راك غلطه في الكرسي مش هنا انت وين ماشيه سلمى الساح اللي فمك على السلامه شنو احوالك لاباس وين نوصلك وين ماشيه وين لا انا هنا قاعده هنا ما حاجه عندي في شكون نستنى يعني ماشي يعني ماشي بس 5 minutes حاجه يو سبيك انجلش يا سبيك انجلش فيري ويل ما عرفتنيش لا ما عرفتكش انت تعرفني حاجه شنو نعرفك نعرفك ايش نعرف اوف كورس ما نعرفكش انا ما عرفتكش جدي تبتي وهي مليح شيء نعطيك مؤشر ايش هي المؤشر بهيمه بهيمة؟ تنجمش تتقرب لي قلت لك بهيمة تقرأ الكف؟ أه يعطيك الصحة أما واش نقرأ الكف؟ أه باش نوصلك في كوكب كف تو شبيك؟ عنطر عنطر شبيك لابس هكا؟ يا بنتي مازال ما سلكتهاش أنت حتى تشهد الساعة شريفة البارحة استنيتك ساعة كاملة قدام دار شريفة اش قعدت تعمل معاها؟ شنو واش قعدت تعمل معاها؟ تتسخف شريفة مسكينة كريز راهو كريز ايكونوميك تعرف قبل كانوا يشقوا عليها ورق طوف من وليه تيشوا عليها في البياسات لحمها الكل أزرق مسكينة مسكينة وانت وريت لحمها أزرق رجل حكالي آه سمحني يا اخي انت تغير عليها ما هو لباس نغير عليك جامي انا على خاطر سي منصف وهيك انا مرة باش تمشي تشهد عليك وترجع حياتك نورمال يا بصاب بصاب ونرجع خويا للجاكوزي والبيسين والسهريات اما باش نكبس على روحي شويه وباش نعمل سياسه التقشف كيفاه كيفاش شنو باش تعمل؟ ثم قرار باش نقولوا لك انت الاولاني قل والله والله عندك فيا ثقه شد عندك ايه انت باش نفوز لك شطر الشهريه والله لا تحشمها انا اللي وقفت معاك وزعما بسيط في جرتك اش عملتي معايا ليش بسيط سمعت التستر على مجرم جريمه وانا تسترت عليك زيت حسب الله ونعم الوكيل ايه ارتحت منها تو النجم نرجع بعد الشريف سهرة وايد حلوة ها؟ بجاري حمودة يا ودي أما جارك يا حمودة خلينا شايخين بربي خلينا شايخين يا ودي شايخ شايخ طرق غطوة مش تخرج برا اسمع كي تخرج برا عمل لنا حفلة كي هكا عادة نعمل لكم شو مدخلك انت جب جبعة ساكن بحضرت مش فولي صاحبي والله عزبية والله عزبية فضلك عليك صدقني غدو نخرج برا نبت شيخ صعب تنسانيش فك القضية هذا واو على القضية يودي يسكت على روحك توا دعنا من اللي يوجعني ايجي خويا فطر مهم عشت عشت ليلة وبرقة صباح شو تبكي فزاد الربع كنت نشوف فيه مقفل افلام
توا قاعد عايش في وسطهم يا ودي تعنى مني وش على هيا رشت وفطك مواهب خذوا براءة المعلم براءة امشي يا ياخذ امشي يا عثمان. ما عادش قلت هنا فاش تعمل؟ نحسب حتى للخمسة، نلقى واحد فيكم لهنا نفرغ فيه فرد. واحد. فيتوري يا ديل. اثنين. خمسة. يا ودي شبيك؟ شبيك؟ فاش تعمل؟ الله غالب يا عثمان. هربوا. أما حجزنا السلعة. وهزوا الفلوس معاهم. شنو يا رأيك يا عثمان؟ شنو يا رأي؟ هربوا حجزنا السلعة وهزوا الفلوس معهم أما نساوي الكسكروت ليش ساعتني؟ كيف تجي؟ أما أنت طلعت في توري عن الأخرة تربيتي ديك ساعتني تصلي عني بي يا عمتي تصلي عني بي يا رسول الله الله يرحمها وين عمل شو نعملوا هذا كاو يسي يسي الله يرحمك يا شريفة عشتي شريفة ومتي جيفة بدت بيش جيفة مسكينة كلب على زبا كانت ناس طيبة ناس طيبة ناس طيبة يا شريفة الله يرحمها وين عمل شيت أموت على قد قلبها أكسيتو تترمى صدقني كنت حاس اللي رعشتك ترعش هذيك هذيك عرفت ترعشت الموت تو ما لقاتش وين تشتح كان تحت الثريا وحش الشجع هي لا فما بلغات تقول يا جماعه البسوا الخوذه راهي الخوذه اجباريه لو كان جات لابسه الخوذه راهي لاباس اخي تشطح فوق بسمه هي باش تلبس كاسك تجبيك يا شكي ميت سكرت يا رب يا ربي يا رب تعرف يا عمتر اللي غايظني في الموضوع الكل معز مسكين شكون باش يجيب الجي شكون اللي غايدك؟ معز، معز رجل غايدك معز رجل عندك شبيك لباس غايدك معز رجل غايدك معز رجل مش غايد كلب مش الأدم يا
يا عندر انت ديجا غيرني راهو يا ولاد هذا نفس الشيء قاطع حاجه مصدوم يا الله نعرفك تحبني جيت تعزيبيه بموت بابا يا فترة صار اللي توفى ابوك؟ اي يا فترة البارح صار معايا لبس عليه يا فترة بازرك قتل وجوك فسفس كيفاش طلعتها يا فترة كيفاش طلعتها؟ هو قلت له حسبي الله ونعم الوكيل والله كان جو فسفس والحاكم شو يعمل هنا؟ أولاد الحاكم مشى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب والله حملت بيك انا ما عملت شيء يا ربي يا عندي هذيك ربي راه ولدي حار ماهوش حل راهو ماهوش حل راك تموت تمشي هكاك كلب على زباله حتى الناس ما يصليوش عليك ياس يصلي على النبي كان كل واحد جيه مشكله ينتحر على الدنيا السلام اسمع يا مراش خويا انا راني ما قتلتش مظلوم مظلوم اسمع في بالي بيك مظلوم في بالي بيك مظلوم ايه عم الجمعي الشهاد الولادي توفى الله يرحمه الله يرحمه يا اخوي الله يرحمه الراقصه توفيت الله يرحمه الله يرحمه وانا مظلوم ما قتلتش في بالي بيك شوف مادام وصلنا لقينا زوج شهاد اكيد فما شهاد اخرين اسمعني انت بعد الحفله تتذكرش شكون قعد تتذكرش شويه هكا بعد الحفله شكون قعد يا ربي خدم مخك شوي خدم مخك شوي دي جي دي جي سيرين لاباس هاو الساك نتاعك مادام الفيتوري معاك عمرك ما تخاف اخذني معك بالجو الحلو خليني معك اسرح يا حلو اخذني معك بالجو الحلو خليني معك اسرح يا حلو جمالك جمال وي مستشفى الجلاء للولادة بربي بيتزا زبيب هاي تاكل حاجة انت؟ لا صايمة يعيشك انت نورمال تضرب كفك بعرف؟ عرفك بكف؟ نسخيلك سارق انا تعرف اخر واحد ضربني بكف شو عملت له؟ شو عملت له؟ حد شيء اما ما يسالش ضرب الحبيب زي اكل الزبيب تحب الضرب انت؟ اي بالحق؟ وي نحي لي البيز عايشك فما همبرجر؟ اي تحب همبرجر شوكولا فاني تعالي يا العنف هذا يا خل شوف انت كيفاش طفلة رقيقة وحنينة ومزيانة وبهيمة
اسمع نقول لك، انا راني نخدم على روحي هنا وانت تجاوزت حدودك. باش نعاونك هز غيرات الدحدح وشيخهم شري لهم الحوايج. هاي هاي 500 عايش ما عنديش مزيه ولدي، الدنيا فين يا نعم بول فلوس. صح وبالشفاء صح. هيا سيزا والجلاسون. فترة يا معلم يا فترة توحشناك. صار طلعت تشوفه؟ بذهبك ديما تتنكر وتعمل في الفازين عامل مصف بي. لا مش مصف بي، ساحة برشلونة. اي نطلب فيها انا عطلة. لحظة 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 تذكرتك مليح، انت مرة عرضتني في الرنفوا. اي في الفي. اي حليت الشباك انا. اي ومديت لك مليون. اي زدت وانا 500 يا بطرة. يا ودي مانيش انا، يا ودي ابعدني خير يا بطرة. يا ودي ابعدني يا حب، يا ودي اضرب باش ندعي لك ادعي وتخير. عرض لك جاربي ليه برس سميمتك اللي تتعي ليك الدعوة. انا هي الدعوة دعيه لي ليه انا بالله بالله. ليه منو ليه 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 بربي لي تي ما مورالي طايح انا. تبعتك تبعتني تبعت بدافك تابع الفترة باش نفرح بيك. بري جوك فس بري جوك فس جوي فس جوك فس فس علق منو. طب شو بحاجة عجيبة ايه شنو بعد ما قال لك هو جوك فس فس انا مجرب عرب لك دمي احسبي الخمسة مغمض عيناي انت مغمض تغمضي باش شوفك وشي بعينيك. واحد اثنين ثلاثة دقيقة تليفون. امي الو اما سرقوا لنا دارنا والمحفى بالنوار سرقت ويدو بيت النمري. سرقوا لنا دارنا كل جوك فسفس يا دراو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله معطيلو مازال ذي الشوط الاول مش تبقى تتبعك الدعوه هذيك الى يوم الدين. هذه بسم الله ما شاء الله. اسمعني الزينه بالبكاء والنويح امان. اسمعني غدوه نستدعيك للواطه. ذكرت عيد ميلادي؟ اي عيد ميلادك. عيد ميلادك غدوه ذكرته. ليه عيد ميلادي في جويلية اما نحتفل به غدوه مش مشكل على خاطر. اسمعني شو غدوه مالا باش نمشي وننبواطر نبدلوا شويه الجو اون بليس عندي قضيه اكيدة. اخي نورمال في مخك تضرب لوحه في راسي من غير ما نشعر تخمرت وزيد كيكة فرحت بيك راه صاحبي كيف تراك تضربت على جيلها تدخل القلب هديريك. تدخل الوين؟ القلب هديريك. ردوا لي مسلسل تركي. باهي خلصنا صاحبي خلينا نمشي نعبي الديبيزي وننزل مجيرة للكوليزي ونفرح بالشباب. قالوا خل مانيش مخلصكم باهي هكا وكان مش عاجبكم نعدي لكم براكاج. مش لازم نشكيو بيك راه. رجعتني بولي صاحبي معك بس روح. معناها قلبتنا؟ لا لا معناها قدمتكم. تطير من قدامي تطير من قدامي تطير من قدامي. والناس يا حاج والله شنو يا عيشك بفضل الوالدة على الاخر. الوالدة على الاخر ليه الحاجة محصورة فما قهوة في الدور هذا. أني با أمي خويا ما ينساش نحكي معك شوية بعد إذنك مسيرش تلقعد وقف الجمعة اللي فات هزيت الوالدة للطبيب قال لي رو مازلها شهرين ويهز ربي أمانته مرة في راسك وقال لي رو يلزمك تتفرهد شوي. الطبيب قال لي مازلوا لك شهرين في عمرك لازمك على الأقل ثلاثة مرات في الجمعة تمشي للبواطة مرتين أفطر ومرة سمارة. الدنيا فانية ما دايم والو ما دايم والو ما دايم والو برا قول لي عنده الباكو. يا اختك لا نحطك في بالي انت وكرتوشك. امي امي تشوفي الحال بدي بشوية بشوية اسمه دي جي مو ديما يبدا هكاك بعد سخن الجو. تو عرفت شكون قتلها الطفلة؟ شو؟ الطفلة عرفت شكون قتلها؟ شكون قتلها؟ الدي جي هذا من الاغاني تجذبه، هذا من الاغاني يقتل عرشا. أنا جاي. أخي ما تنهيش البطوكي هذايا.
مش يضرب الدي جي، عنده ضرب مش عادي. برا برا خلط عليه ليه عمل لنا الفضح؟ يا بنتي ما تخافيش ما تخافيش، عنتر عنده عمايل مش عادية. عسلامة. جيب لكم دبوسة ولا ديفير؟ قداش الفير؟ 50 دينار. ها؟ 50 دينار. جيب لكم ديفير؟ اي جيب لنا دو بلو. اسمع احنا لو ما نشربوش تو كمان نتعشاو. قداش العشاء؟ 150 دينار بير بيرسون. 150 دينار الراسة؟ اي. نستناو في اصحابنا احنا، نستناو في اصحابنا تو بعد نتعشاو. برا مش نعمل دورة. حتى ما نصيف الشهر ورجع. مش باش ناكلوا ماله؟ عندي فزع باش نحفلوا الجو ونقلعوا. عندك؟ اي لا برشا عيني لا. ما تخافش ما تخافش. ما نخاف انا. اصبر 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 خل نشوف شويه. فيزا. ملا جو. طيب شنو تقول مش عادي؟ اسمع. سعادة قاري حسابي دخلت زوز نفس بحلف واخ من الخرف غير يخبي لطو حبي أخي عدر وين بالضرب برا جيبو برا فضحنا انا ما ندخلش نسهر السيرفيس مازالوا سويعتين كملوهم بعد ندخل نشنعوها نشنعها معناتها انا عثمان كي نحب ندخل لبواطه نهزك انت معايا يا ولدي عندنا ميسيون فما واحد ريشيرشيس جاتنا اخبار اللي هو ساهر في البواطه قصير واصلع وسمين قصير واصلع وسمين تطلعش انت عارف سلم نفسك سلخي القبض عليك بش 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 يا ولدي يا ندادك راهم طلعوا للنازة وانتي بش 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 يا ولدي ركز في دوري ركز في دوري عايشك وما تدخلنيش بعضي عايشك باش ندخلوا نشدوا الراجل ونخرجوا باهي باهي عارفي سؤال برك سؤال برك كي ندخلوا يلقاونا زوز ولاد يقولوا لنا بنروحوا بنروحوا الباتش هذه شنعملوا بها ناخذوا بها دواء من الكنام
البعدج هذه خير من أزين طفلة، فهمني ولا ندخلوا بها ونحبوا ونحبوا ونحب. عارف نجم ندخلوا بها الدحدح؟ شنو الدحدح؟ فيتوري 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 ركبتني ركب فيتوري دحدح يا فيتوري يا دير يا فيتوري يا في عليه عليه اقسم بالله ما كليت شيء من الصباح مش طلع لي سكر والدم تهنى عارف ايه تهنى شنو تهنى ما عادش تقول لي تهنى يا فيتوري انت ما عادش تقول لي تهنى خاطر انا مانيش متهني مانيش متهني مانيش متهني يا فيتوري عارف بيه عارف بيه السؤال بركة عارف توك ندخل نوريهم البادج يفيقوا بينا حاكم يصبوا بينا يا رب المجرم اش عملنا وقت سمع. والله ما يفادلك سمحت. انت في توري اول مره تقول حاجه صحيح تلميذك سافر انت ربيت يا الهي ما هذه اللبوه هل تسمحين لي بهذه الرقصه رقصه يسر قديم يا كازي قديم عليك اتري لنا تدور الموت عامل عليه بلانجون في الزمن دي إيجا إيجا جادور لانتيكا وين نموت عروبة فيكا أجي نشتحو غديكا يعرف يعرف يا خيش خيش بك تمشي كيكا كيفاش تحبني نمشي يعني تعمل ماشي متاع رابريت باش ما يفيقوش بينا ارخي ساقيك عامل يديك هكا عامل يديك هكا وطيح السروال او باش نطيحنا قدرك ايه يوديك كيما الرابريت الامريكاني يطيح سروالك هكا اسمع وكي تتكلم اعمل يو 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 هكاك ما يفيقوش بينا امشي عارف يو 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 اخي دزنا ليه ليه عارف يدولي رجعنا وحد حتى انا كنت مستخيل يو 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 يا معلم احنا رابورات وعنا نومرو لداخل يو 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 ما في باليش فما راب الليل شنشنعوها موزيكا لداخل سبيطار في ريوس انا الرابورات اللي غنيوا عنا الكل نعرفهم انتم ما نعرفكمش ما يعرفنيش هاو باش كلاشيكو بكلامي باش نربيك في توري يابا 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 خلوا ما يعرفناش يا وجه الخفاشة يا وجه المشماشة برا يعطيك عذر ما يبراشة كادو عثمان نفسي في توري ما نعرفكمش وما كمش داخلين انا اخي دسنا مرة هذه دزنا عارفي يظهرني أنا مش نجيب الدزارت ونطبقونه يعرفي يعرفي في سبيل الخدمة تحمل يا معلم راه قيس مول البواطة بعثنا بلا مارة انت عندك قضية ورشاشي عن نفق مش كيبدأ رئيس الجمهورية خلكم يجيو ما كمش داخلي أنا راه ليه عندك كيكة كثرها اي سيدي يا حاكم معاك بطاقة تعريف معدي جايش انت دي بعد من قدامي يو يو شنعوها دي يعني تقول لك عنا باتش من الحاكم يدخلني ونحب وانت على راسك ان شاء الله تعرف الشاهي في توري تخرج من البواطة تضرب الكرهبة تجي لامبيلونس باش تنقذك عايش كاسي عثمان لامبيلونس دي حمبان وتموت يا في توري احتراماتي احتراماتي خليت فيها احترام انت يا في توري هكا ملبسني جلافي يودي يخزر لي لهنا برا مشي فركس على اليسار تو نفركس على اليمين باهي تصور سي عثمان ندور وندور وندور وما نلقاو حتى واحد يودي فعاد سبق الخير مسبق لي ضحكة الجمل يا في توري برا مشي فركس على اليسار برا مشي فركس على اليسار تي برا تي برا يا في توري راني 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 مش ناكل كبسة نية شنو هنا با 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 شنو الجو هذا محرزية بنت ربح يا بنت اش تعملي لهنا ريتها هذيا امها بعثتها تورس باش تقرا خارجه تصر اه هاكم تريفزو سامحوني هاي بوسواريز يا فيتوري اشطح بابا اشطح صحة
صحيت صحيت طيحها طيحها مش طيحها لقدرك طيحها صحيتك انت صحيت 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 اقرب لك يبعد شرب واحد جيش عام في روحه شديتك يا معلم شكونك انت شكوني انا مثلا داخل بواطه وشادك في بايتري الشرطه معاك راح يدك تبلع فمك راح يدك ما عملت شيء ما عملت شيء راح يدك شو عملت بعد راح يدك تبلع فمك بسم الله الرحمن الرحيم امي مش لفيت من السلعة شميتها يا معلم طوتش معايا ايه جيتك بجارب قبل ما نمشي معاك نحي كلفو لا رقم بوزك من جميلك بجارب يا امي بعد ما توفيت ركبتها ولت في راسها اخرج دي نقص متفركية هاك تشديت يا هبلة ها في الحرابة في بلد مجتمع ياك تحت عند عثمان تفركح لداخل تحبني نضربك ولا عباد تصورة ضربتك انا ضربتني اي ضربتك انا ما ضربتنيش يعرف يعرف ممنوع ضرب اخي انا ضربته 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 انا ما ضربتوش يا عثمان ما ضربتوش شفت كيفاش سلكناها سلكناها سي عثمان اكثر باللي تتصور امشي تحرك ياخرج تحرك خويا أنا شكون؟ عنتر عنتر الحمد لله عنتر فكر الاسم باهي خويا في بالك اللي أنت جيت عملت لي السهرية بتاعي؟ في بالي في باله في بال أوكي في بالك اللي ثم مرة تقتلت في داري؟ في بالي في باله هاو في باله رش باهي اللي قتل ريتو را بيه تتذكروا؟ لا يا ربي ايش عملت يا ربي تذكروش بيه حاول تركز انا اللي قتلت ثبت في يمان ثبت في وجهي يرحم والديك لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي بين الحق يا ربي بيه يا شوي تمشي تشهد معايا الحمد لله في بالك لو كان نزيد اكسبريس اخرى انا يضربني القرحة يا اخي وينك يا اخي ما فهميش ريحتك راهو تخلي تران في راسي يا سيرين يا سيرين انا قاعد نضحي انا خلي في الخدمه بتاع النهار قاعد تخدم في الليل زاده بجاه ربي شنيه هالخدمه اللي تخدم فيها ليله كامله كلمتك راهو ما تحصلتش عليك جمله شنيه الخدمه انت ليل كامل وانا نصلح نركح لاباري هذيه تفسد لي لاباري الاخر نزيد نركح لاباري الاخر تفسد لي لاباري هذيه هذا كله انا نعمل فيه مو باش نضمنوا مستقبلنا ونعرسه معناها بالحق انت تحبني شنو نحبك نحبك ونموت عليك السلام عليكم جد والديك شو جاي السلامه سيرين اهلا في توري لباس انا كي نبدا بجنبك حس بروحي طاير كالحمامه يا حمامه طارت يا شاب بشير فما راجل في الطاوله روح مانيش طرطور انا كيما تعرف سيرين سي عثمان قال لي سيرين بنتي حطها في عينيك ورد بالك عليها سي عثمان يوصي فيك انتي مولا باس ويوصيني انا خطيبها ولا واخذة صندس هي خطيبها يودي انتي رفزي حتى كنترول ما تحتش واللي مش خطيبتك في بالها بيك قاعد تخرج مع بنات اخرين في الليل تسهرة شنو نزر شنية؟ الحكاية اللي يحكي فيها صحيحة؟ يا بنتي زفزوف كذاب هذا يا اخي تعرفني تعصريه انا دي انا عمري ما صارت في حياتي نسمع ما اسمع الحكايه دي هاي يا سيدي لحظه بركه تو نوريك ترى ثبت معاك مش نفسه اللي قاعد معاك
شو لا ساعة مش انا ذي فو بروفيل سيب فو بروفيل نفس الوجه نفس المريول نفس الصباط ونفس الكرش هلا قلك تفيق صباح تطلع حوايجك يا دي المريول سرقوه لي من فوق الشريطه ياك لابسه تو ها المول السارق جا واسع عليه جابولي قول انت فعل خير وعندي فيديو عليه كيفاش يشطح مع طفله في بواطه حاط يده ورا ظهرها يا واتشي يا كذاب يا اللي ما تحشمش وتكذب عليها تقول لي لا كامله لي نخدم وانت اللي تصر مع البنات يا غدار يا خاين تو ثم واحد يبكي نواره كما سيرين خيط عليك سيرين سيرين نسيت ساكك يا سيرين مسيرش ننساو الماضي هاو المستقبل جايك سيرين 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 ما تمشيش شكون باش يخلص الاكسبريس يا سيرين نورمال انت تنحي بريم العيد بتاع الخدامه ولا هي تلعب يا بنتي انا من الصباح انا خسرت 8000 من بريم بتاعك انت وشكون تلعب من الصباح نلعب وحدي كيفاش تخلي الخدامة من غير بريم؟ نورمال في مخك؟ يا بنتي ماكشي جبتهم ونسيتهم انا الخدامة بتاعك هذوما. سي موسف قبل كان هو اللي يطلب الأوراق باش يصحح على بريم العيد متاع الخدامة. غريبة كيفاش ما عندكش إنسانية؟ أنا ما عنديش إنسانية؟ سي عبد الحميد الورقة اللي قلت لي فرق عليها موجودة في الدوسيات هذا ما أنا ما لقيتهاش فرق واحد. نورمال هكاك الدوسيات؟ أنا ما عنديش إنسانية شوف الإنسانية هذي. يا مرحبا يا مرحبا شنو احوال داركم شنو احوال عمتك شنو احوال خالتك شنو احوال ولاد حومتك يا اختي اش تخدم لهنا انا قاري فلسفه ما هما حطوني كونتابلي دونك هاني قاعد قاري فلسفه وتحطوك كونتابلي شو التسايب هذا في الشركه بتاعي اسمع انت يا طفل مادام قاري فلسفه نحطوك شيخ التكنيسيانات يصلح الماكينات الجدد اللي جانا من المانيا قبل ماكينه الحجامه يا محجامه فتحي الشركه دي نتاع شنو والله ما نعرف المهم شهري تتصبتي وقتها اسمع انت يا شلاغه من المطه شوف الانسانيه هذه انت راك ماكش موظف انت راك خويا تعرفش كيفاش ريت امك امك معقد تعرفش كيفاش انا هاني باش افسرها لك اما خليني نكمل ها يور ماذر شنو هي هذا نعم شنو هي هذا تو انا بابا بشكور معرس بامك امك باهي الوالده بتاعك باش تبعثها لك تعمل جامعه في المالديف اش قولك في الانسانيه باش نزيدك 500 دينار في الشهريه ونعطيك بريمه نتاع العيد كهو شنو كهو تحب نعطيك اختي زاده فماش حاجه اخرى اتو نزيدك باك وراي يرحم والدي برا ربي يبارك لك ربي يحلها في وجهك يعطيك على قد قلبك ربي يفضلك ان شاء الله ربي يبعد عليك بنات الحرام ان شاء الله ربي يبعد عليك بنات الحرام ان شاء الله ربي يقرب منك بنات الحلال يا ربي ريت الانسانيه يا ودي تهنى انا راهو معايا انا ما يضيع لك شيء كان حقك تقرا لي في الجيل متاكد هذه هي البلاصه اللي بيعوا فيها هي اسكت يا بياع الدروب ما يقولوش يا بياع الدروب ياكلوا شرات ياكلوا شرات يا بياع ياكلوا شرات حاشتنا بحاشة نعيمة ربي 250 لجرام صح دي حبيبات احنا مش نوليو كليونات هاي خذ 20 دينار هاي ام 260 260 رجعنا 10000 ما عندي صرف لا لا بوربوار 10000 برايج نجيب لكم السلعة ونجيب الحمد لله طلبش تسلك ولا خريب شيشة ده معانا لا مش هالكولوب يجي في السلعة هذا عندنا ساعتين نستناو تو الغايب حقته مع طاهر ولد عايلة ونظيف لا هو ظاهر نظيف معلم على القضية حاشنا يا متربي انا حاشا انا متربي تحب تباسيني تشروه تو مش عطيناك 250 دينار حق السلعه و10000 بربوره شو احوالك
شفتوني طفل نظيف ولد عائلة تحبوا تحايلوا عليا؟ قلت لك شي ولد عائلة ونظيف. لحظة لحظة صاحبي، معناتها جبت علينا سكينة وتسخايبنا باش نخافوا نرعشوا خايفين شاكين؟ وي قطع هيا. اسمعني، الخمسة ولاد اللي ترينيو كاراتيه بتاع دار الشباب اللي قلت عليهم سي بون كلمتهم؟ صحيح حاضرين. شنو جايين؟ جايين من نلعبوا. ما هو وصيتهم قلت لهم كي نضربهم انا قدام الفصاله يبداو يتيحوا ويعيطوا ويمثلوا في الريح. يا عم قريت مدرسهم راه واضح امورهم واضحه. يلزم يعملوهم الكل باش الفصاله يخافوا من الدنيا الصلعه. يا ولدي انت اضربهم يتيحوا. اسمعني كي يجيو نعمل لك هكا معناها هذاك هما. باهي وانا باش نخشن صوتي شويه باش يخافوا مني. ترى سمعني ترى ازماني يجي هنا. لا زيد خفر شويه خفر. شنو هي خفر شويه عصيده؟ بنا خشن صوتك شوية. زماني صحيت يجي هنا. هذه باهية هذه يا باهية. ايه يجي هنا. عشنا وشوفنا القرودة متعدية وما تسلمش على السيودة. يبت يدك ما تشدوش في يدي 25 ثانية. يهبط يدك يسيب مش تهب. مش هضم الكريتم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل نفس ذائقة الموت. رجال أنا قلت لكم ما تشدوش في يدي 25 ثانية. لا شكيب قطع أخويا قطعت بابا. شد 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 لا لا تربحك شعر لموتنا تيموه نبالي يقول لي مش هذوكم. المفيد لبس وأهم حاجة يزمنا الليلة نروحوا بالسلعة. شوفوا يا رب. أول المعلم اسمعني شي شاطين الطريحة وجمعهم يجيوش. يودي ما تخاف السي كلمت المهام في الطريق. عيط له الحيوان. ايجنت ايش هات السلعه امشي. هات الفلوس. يقلب منظرك. شبيك وقفت؟ برجولية ما ندخلش. شنو هو؟ احكي معايا شكيل. شنو هو ما تدخلش المركز علاش؟ فما شبيك؟ ما ندخلش المركز. نخاف من الحاك. نخاف من الحاك وانت صغيرات نلعبوا يا ولدي راك شاهد انت شاهد ماكش مجرم. ما ندخلش نخاف من الحاك. شنو هي الحل التواصل؟ لازمني نعمل دوزة أخرى باش نحي الخوف. باهي خويا باهي اعمل اللي تحب يا خويا. هيا نبعدوا من قدام المركز ونكملها هالدوسه. امشي امشي. هيا يا معلم هيا نتوكل. هيا بسم الله بسم الله. جونت جونت شبيه شبيه شبيه. شبيه لباسه؟ توفى. مات مات معناها؟ اي يسير مات. شنو الحل ده؟ انا حسب رايي المتواضع نقطعه. وهو كذا يجي لنا من غادي المركز. يا عنتر فاش تعمل يزي يسلي على البيت؟ يا ابني يا عيش خويا يا ربك ابعدني يا عيش خويا. يهديك ربي يهديك ربي ما يجيش هكا راهو علاش؟ عمي الجمعي توفى
الراقصة توفيت، أنت تجي توفى، ما قتلتش أنا ما قتلتش. أنت تجي باش توفى، فهم الدروك ولا؟ هذيك الجرأة اللي تبع دروك، نهاية الموت، الموت. يزي سلي عليبي. أنا نهاية الموت، سيبني عايش خويا. والله ربي يهديك، ربي يهديك يا عبد. مش فيك رجعت أنت؟ تم حريقة. يا خيبة ضربت عليها. أوه تنسى على الأخ. باش وينو؟ دبشي وينو؟ دبشي كون نار فلي هنا. سرقوه دبش يا ربي شو نعمل انا كيفاش نروح تو؟ والله هي خرجتني تقول كشك الثورة. تقول شاليك قهوة محلولة في رمضان. خويا حشت بحاجة؟ لوج على دار الكري خويا. يلوج على دار الكري. هاو السمسار هاو هاو خويا هاو السمسار. ها انت سمسار. قول لي تحب اس بليس 1 ولا اس بليس 2؟ ماذا بيا اس بليس 1 خويا. اس بليس 1 هذه هي اس بليس 1 وهذه اس بليس 2. زعما تسلك لي المحامية؟ زعما ترجع زعما؟ يا ودي ترجع. ترجع صحيح كان ترجع انا من ظهر لي كان ترجع. يا شكيب عايش خويا برص امك. شكيب احنا يلزمنا نرجعوا. لا يفك علي يا عم زعما نرجعوا. اش دخلك انت باش ترجع؟ سيرين هذيك حبي انا فهمت؟ يا عبد يا عبد شخبرك يا عربي؟ يا خمسة كلاب؟ لا والله أربعة. أربعة كلاب وبهيم؟ والله أربعة كلاب وكهو. زعما يعجبها كلب منهم؟ 100% أنا متأكد إني مش هتحب أمر بهيم الكل. تعرف يا توابي أنا مش عامل لك بريمة. عايشك يا عربي. اهلا مدام عفاف. وما شاء الله ما شاء الله عندك الريشه متاع المحابات. مرحبا بالخاين. والله العظيم ما صار. والله فاهميني بالغلط انا عمري ما نخون سيرين هذيك الكبده. اسمعني نقولك كان جايني لهوني ماشي في بالك انا باش نرجع لك سيرين ده بعدك. سيرين راهي هذيك وردة العائلة، هذيك راهي ديامونتا، اسمها شكون يقدرها؟ يحس به. شوف في الحقيقة أنا ما جيتكش على خاطر سيرين، أنا تو نتفاهم أنا وياها هذيك، أنا جيتك في قضية أخرى. اللي هي؟ شوف إيش باش نقول لك، أنا عندي واحد صاحبي حبيبي، خويا أصل خويا عشيري، عنده قضية. ألو؟ وي، قضية 66 هذيك خليها لي 4:30، سامع؟ تفضل. عاد قلت لك عندي كي خويا هو صاحبي معناها كي خويا عنده مشكله صغيره بسيطه معناها ابسط. الو وي قضيه 14 لا هذيك 8:30 الصباح قوم بكري نعم عاد سمع. عاد نعاود لك وين كنا احنا. ايوه قلت لك عاد عندي صاحبي معناها كي خويا شيري عنده قضيه بسيطه هذه باش نعلق عليها. كمل. قلت لك عندي صاحبي كي خويا هو هكا فهمتي عنده قضية بسيطة بسيطة قضية ما فيها شيء بسيطة أبسط من البساطة دي تخدمها وبصبعك الصغير دي كيما شدكش درجي. سامحني راك داخل البير ومدام بوقبر بيصير طبعا ما يحيرني الشيء هذا. وشكون صاحبك؟ ادخل يا عشيري ادخل. عسلامة مدام. دور وجهك دور دور. عرفته عنتر رسبتي تونس كاملة تلوج عليك المتهم في قضية القتل. أمان ما تقول ليش جاي بس تقتلني. أمانك ما تقتلنيش في بالك اللي القتل حسب فصل 66 عقوبته الأعدام. والله الأعدام مدام راك فاهمة بالغلط ماني جاي باش نقتلك مدام أنا جايك على قضية. مانا جاي باش تسرقني ما تسرقنيش في بالك حتى زادة السرقة حسب القانون 55 العقوبة متاعها تتراوح من 6 إلى 10 أشهر. صلي على النبي سرقت شنو مدام؟ أنا جايك قلت لك بالذمة ليك أنت. مانا جاي باش تغتصبني يفرحك ما تغتصبني.
تقتلنيش امانك، خليني شبابي افرح بي. عايش خويا، حسبني اختك تغتصبنيش امانك. هي عايشة في رفعة الجبسة دي؟ والله ما نعرف انا يا بنت الجنود. والله سيدي تعرفش كيفاش؟ ها اللي فما في الساك هزو، ها دبوس مرفع تفضل، ها شلوفك قلم حمير هزو، هذي طرف قلوب، ها ها ذوق. والله لا يبيت. شو بالله لك نورمال انت؟ هذا هو النهار اللي نستنى فيه، عنتر السبتي المجرم الكبير يتم القبض عليه على يد المحامية الكبيرة عفيف بوقبة، ويخرج اسمي هكا تيترويت كبار في الشرايط. تولي هكا القضايا تجيني، انا اللي عندي فلوس شو عندهم زعما؟ عاود فمي نعاود خشمي كرشي نحيها نقضي عليها جملة واحدة ونعاود روحي بكلي ونولي انا مش انا. تعرفش كيفاش؟ مادام عندي فلوس اش مش فنانة؟ نعمل غنية اسمها يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة. يابا يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة، يا محامية يا حنينة. وانت باش تتكلم على جيت لهنا ولا شنو؟ على جيت لهنا انت؟ انا متهم في جريمة قتل، نمشي البارفيرميري ماشي المحامية. فهمتك تو. شنو تحب؟ دبوزة بارفان. شنو نحب؟ حبك ترفع عليا يا ماتر. مش نسمع فيك. فمه مسكر نسيت. وانتي؟ عطشانة تيني شرب ماء. عناش ماء. تكلم. على بالك اللي هي أقوى محامية في البلاد ولا؟ راني أنا ما جبتكش لأي محامية، هذه هذه لا يشق لها غبار. مش نورمال راي عمرها ولا شغلت قضيه وخسرتها. احكي له احكي له على قضيه الكلب. اي سيدي، فما نهار مواطن وكل كلب لحمه مسمومه. يا لطيف يا لطيف، هي شبك معناه يا ربي عليه. مازال 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 اسمع يا اخي، مولا الكلب وكلني انا. الله لا تربحوا، علاش يوكل فيك مولا الكلب؟ وكلني على الكلب، فالكلب ولا موكلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الكلب اللي يوكل فيك وحده؟ اسمعني تو بعد نكمل لك حكاية الكلب. شوفونا تو قضية الكلب هذا. أنا اسمع احكي له احكي له على قضية البهيم. اسمعي دي اسمع. أي سيدي شد عندك. فما نهار مواطن وكل بهيم لحمة مسموم. حول ولا قوة إلا بالله. مازال مازال. شكيب يا أخي البهيم لاحم واش عاشب؟ ما هو علاش بهيم؟ خلى الكرة تاكل اللحم. فوالا، وانا هذه اللي استندت عليها في قضيتي باش طلعت المواطن بريء والبهيم بهيم. ماتر تبارك الله عليك، انت ظاهر فيك اختصاص حيوانات. حبش انا. بما انه انت اختصاصك حيوانات، اعتبريني وخيك انا ضاع وحصلت. وباش نوكلك؟ وشكون مولاك؟ الفيل هذا. فوالا، خاطر انا راني ما ندافعش على قضية بلاش مولا. أستاذة، فما بوليسي اسمه عثمان قال اللي هو أخوك ويحب يقابلك. عثمان البوليس خوك؟ وش بك مفجوع؟ ليه؟ علاش تحبني خاف؟ متهم بجريمة قتل، ريشيرشي وبوليس داخل وأنا قاعد على البنك. أهلا. شنو هي الحالة هذه؟ شنو هي أنت؟ خرجت من الباب رجعت لي من الشباك. فهمتكش يا عثمان، شنو شباك وباب؟ زيد زيد تبهل زيد، مانيش مرتاح لك. تحب تشرب لها مخها كيما شربت مخ سيرينا؟ يستحيل بغل كيما هذا ينجم يشرب لي مخي. انت عندك مخ تشرب بس. صح عليك سيرين، بنتي تحبك. ما كانش انا نعطي بنتي لواحد كيفك انت. ما يويلك نهار تجي تقول لي عمل لي هكا ولا هكا، من علقك من ساقيك. شو سيصلي النبي يا عثمان؟ السيرين هذيك راهي الكبدة، عمري ما نجرحها. كبدة. شو بيك تفبري انت؟ الصباح ضربني شوية وكاو. لما انت صغير انا خليك في صبابة رجال 47، اليوم ولا تتفينس مش مشكلتها يتحل شوية. ايش بيه؟ حتى الصباطة قدمني، تجي نخص الصباطة ضربني. ايش بيك تتضحك انت؟ تحب نهبطهم لك سبحة؟ اخوي عثمان يا اخي انت على جيت
شنو على جيت في الدار؟ ما نجمش نحكي على راحتنا. جيت باش نحكي على الكلب هذا، شايو لقيته قدامي. اذكر الكلب يحذر. انا كلبي ساعة مهني اي يمالا، خلني مشي اللقح شر. سيرين، نعرف قلبك حنين، جيت باش تقولي نحبك. ها وانا جيت باش نقول لك نموت عليك. شبهتك اش قلت لك؟ قلت لك سيرين ما تمسهاش. سيرين ما تخربهاش، ما تقدرش، راني نقطعك. اش بالك اللي انت عندي زوز من الناس تعرف اللي انت تبيع في الزطة، معناتها عندك ترويج مخدرات. هذوما 15 سنه نزيدوه. زيدوا زيدوا. وعندك تحويل وجهه لمرات عرفت عليك، هذوما 10 سنين نزيدوه. زيدوا زيدوا. وعندك براكاش باستعمال آلة حاده والشروع في القتل، هذوما 25 سنه نزيدوا. زيدوا اش باش نزيدوا؟ هاي الكالكولاتريس طلعت لهم مؤبد. يشدك بكالكولاتريس كاسي عثمان، معناتها انت تعدي 60 سنه حبس، يجيك رئيس الجمهوريه يعمل لك عفو وتخرج بعد 30 سنه. أمي أمي حضري القفة والجميلة، ولدك مشى كلب على زبالة. سي عثمان مرحبا، تفضل تفضل، ادخل لديخش بك البر. شفيك بك في البر، تفضل ادخل لديخل. الأخرى؟ أخرى اللي فهمتك أخي وش معناه؟ شي شي أي عاش بنتي صلي على النبي، الناس كل تغلط. مش هكا فرجانية، الناس كل تغلط هكا. سي عثمان ديما نقولي رد بالك حتى في طفرة ديامونت الشومي. حتى أنا يزمني رد بالي. رد بالك على وشاني سي عثمان؟ على الديامونت اللي قدامي. سي عثمان نفسي جيب هذا يا رمزي شهليل ان شاء الله خير. اه رمزي صباح صاحبي، كيفاه؟ ينجي الخويا ينجي الخويا. يا ولدي عول علي حديث هذا، باش حاجتك؟ عندي عندي في السيب، عندي واحد تحت يدي امور هانيه مريقي لوكي. سلك ماه يا معلم، مش نمشيو ونغنيو في عرس. شو مش نغنيو في عرس يا ودي؟ انا ما نعرفش نغني. راه انت قوتك مش في صوتك، قوتك في راسك انت. يلا تونا زغروطه زغروطه. اللهم صل على النبي. بهذه المناسبه السعيده مش نتقدم اغنيه رومانسيه لاول مره تتسمع خصيصا للعرايس هذوما، ما شاء الله ربي يهنيهم. اي زول يا ظلم، يا ظلم، يا ظلم. نشكركم على الورد والزهور، يعني عبرتوا على مشاعركم بكل صدق، وانا مش بكون اصدق منكم مش نقدم اغنية كتبتها خصيصا للعرايس هذول. يا روسا يا روسا يا روسا، يا روسا يا روسا يا روسا،
سوف تندمي. أرستي وسوف تندمي وستبكين بدمع العين وستغزين البصل ستغزين البصل. أيوة. والآن مع مفاجأة السهرة نستقبل مع بعضنا بوراوي بوغولا. شد روحك شد روحك صلك لها صلك لها. يلا يلا. أي والله تصلي عليني. مازلنا نزيد الغلول. وكل قطع تلفون تلفون وصل ارتم تلفونك يسوي تلفون. وي عندي مازالي شكون الكوموند هذيك تلفونك مازالي سوي. الو الو وي عسلم عسلم سي حمد. شكون معايا؟ متر بوكب. شكون؟ متر عفيف بوكب. شكون؟ قوم متر بوكب متر بوكب متر بوكب تاع المحاميه 15 صباح تطلب فيه يودي ديك ما تاخذش الليل تخدم خدامه خدامه ان شاء الله خير. متر مرحبا. سي عنتر ربي كان ما يقلقكش عندي بعض الاسئله يلزمني نسالهم لك خاطر انا حاله الملف توا. حال الملف توا 15 صباح خويا سير فما خيط ان شاء الله يا رب. وي تفضل متر بيان سير تفضل متر. نجم نعرف فيسبوك نتاعك؟ قلت لي نجم نعرف فيسبوك نتاعك وشنو؟ سير فيه خيط. اي الفيسبوك نتاعي عنتور هكا عامل تصوير بتاع الدبدوب تلفت للشط. والانستغرام؟ الانستغرام عنتور كومسا سي فرونس. قداش طولك سي عنتر؟ قلت لك قداش طولك؟ سير فيها خيط. 198 بون انت حط 167 ما تكثرش فهمت. انت مرتبط؟ قلت لي انت مرتبط وشكون؟ سير فما خيط سير. لا لا ما مانيش مرتبط ما مانيش مرتبط. عندك حاجه تحت يدك توا؟ هي هي ولا عندي تيليكوموند. شعتني تيلي نقصد معناها عندك حاجه في راسك هكا. قلت لي عندك حاجه في راسك سير فما خيط. والله عندي وجيعة شقيق لطف شطر راسي كل وجع يسطر. شعرني مرة أخرى نقصد معناها أنت انجاجي؟ لا 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 متر لا طوى لا سي عنتر. تحب تربح قضيتك؟ هي نحب نربح متر من شو؟ تحب تخرج براءة؟ قلت لها تخرج براءة. هي هي نحب نخرج براءة. تعرس بيا. ألو 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 الريزو قص الريزو قص ريزوقس ريزوقس خويا قلت لي لازمك تعرس بيا. سير فيها خيط. خيط عليك انا اللي غلط ارتحت من الهم. عنتور بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاوبتنيش. الريزو تيح اما متر بوقبع ما تيحش. بيتي في رمبوي. عيد ميلاد سعيد لحلوحة. عائلة تبحث عن مهرجان لتنشيط عيد ميلاد لحلوحة مقابل مبلغ قدره 400 دينار. يا معلم يا معلم عائلة حاجتها في سكلونات 400 ألف. مش مدخلنا شو دخلنا؟ نمشوا احنا نشتغلوا العيد ميلاد نضرب 400 ألف. ودي ما نعرفش نعمل كلور انا كيفاش نتنشط؟ ايش فيها كلور؟ ايش فيها تحديث فارغ طرف حموري انا قليب انا قلب انا ضربات هكا من انا بالابيض ضربتين هكا شويه هكا.
على شكون مهزنا؟ علينا احنا. والله مش نتصرف كرة. بس بس هذاك هو عيد ميلاده اليوم. بس يا ربي تخفف الخبزة. هاي بيه. لو انا مرعبة بيكم اليوم عيد ميلاد باش نعملوا برشا جو، انا باش نقول على السلامة وانتم تقولوا على السلامة بالقويين. على السلامة. اسمعني الأطفال هذوما بلاستيك. لا ما نعرف انا. اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد لحلوحة. لحلوحة. سي لحلوحة. وليت تطيحوا في القدر. انا اللي باش نخلصكم راني. سيمو بالله باش نصرفكم هذي. هيا حلوا فلوسكم ضحكوني. ضحكوك هيا ضحكوك. نقطة هي عندي نقطة. أبي قالكم عندي نقطة باش تقتل بالضحك باش تقتلكم الكل بالضحك خاصة أنت والله ما نقتل بالضحك والله. هاي النقطة قالك ضربة واحد مش حاح صام 33 يوم طلعوا علاش؟ علاش؟ قعدت له الشربة عم يكملها. الله يخفف الخبزة. الولاد ما ضحكتوش. يا زوز مهرجين تحبوا تخلصوا انتوما؟ اي اي تحبوا ملا. عندكم زوز حلول ونخليكم تختاروا لعبة الطماطم ولا لعبة الزرزيحة. الطماطم الطماطم اختار الزرزيحة. نحب انا يا ودي الطماطم خير. الزرزيحة اش فيك ما تفهمش انت؟ هذه الظاهر باش يضربونا بالطماطم. خلينا ناكلوا حاجة على الأقل. خير انا بيتي جعت. اي خويا الطماطم 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 دي لعبة الطماطم. متأكدين متأكدين؟ يا الأولاد توكلوا. ستوب صار هي الطماطم حكوك؟ مالا شنو في بالك صاحبي؟ خويا جيت باش نضرب ردك جهر هزنا الزرزيحة. الطماطم ليه؟ الزرزيحة باهي أنا قلبي كبير الزرزيحة ومن بعدك نخلصكم. الحمد لله راك حلاوات راك. نمشيو للزرزيحة. احلى ورد الاحلى وردة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. بكو ورد يتكلم. يا بنتي عثمان عثمان. يا والله سي عثمان مرحبا بيك سي عثمان. تي زينة عاد من سي عثمان تيقول عثمان ديريك. اخي باش تخليني واقف هكا اغسل المطر تركل. عندك الحق هاتجي. يا فرجلية ما نقصدش نمشي نروح نقصد ندخل لداخل. شوف سي عثمان انت وقيلة فاهم الحكاية بالغلط. ناي مرا وحدي ما نجمش ندخلك. ناي ملي مات المرحوم تو 30 سنة ما ثمش راجل دخل للدار هذه فهمت؟ فرجانية احسبني مش راجل وخليني ندخل. والله انت قلت مكش راجل مكش راجل كي مكش راجل تفضل. وي عارفي يلا غالب والله يلا غالب والله تعدت بي ظروفك ربي يعلم. باهي باهي نوصل للدار نبدل دبشي ونمشي للحانوت داكورد. اوكي اوكي تهنى تهنى على سلعة الناس يلا نعودوا مع بعض. مع سيرين تحب شاكيب تعاود البابا غيات هذم تعاود سيرين تحب شاكيب تعاود. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا شفتوا التليفون هذا؟ يا يتصلح يا يتصلح. وسامحني شنو اللي في يدك هذا شارجور؟ فضلك هذاك راجلي بابا. تصور انت انا جيت شوف في مساجاته مع البنات وهو فك لي التليفون وما في صال مسحانه. وقت لي انت وقت يردون هذا يحكي مع البنات. فضلك من ما شكون تحبوا يحكي؟ هذا نورمالمون يحكي مع الزيتون. فضلك فضلك نجي نخطب بحذاك نولي اصحاب. لا اختي باش نشوف لك امورك تاو توت سويت. لا هذا يتصلح فاسيل مو هذا يصلحوا شوية مدام. لا لا يتصلح هذا يتصلح يتصلح قلت لك يتصلح فاسيل مو في شيء هذا شكي والله يغني رابي خويا رابي وراه ينجم يتصلح ينجم ما يتصلحش. هو لو كان يزيد شوية احتمال ما يصلحش. لا يدكك هيك يا تصلحوا
واش نزيد نشوفه واش نزيد نشوفه. يمشي ما راسني عايشك. لحظة أنا قاعدين نشوف. سامحني مدام هذا والله لا يتصلح أصلا. شيل معي. يا ريت روحك يخليتنا نضيحة قدام لي يسوى اللي ما يسويش. إيه 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 شكون ما يسويش؟ إيه أنت ما تسويش. أنا مش ما نسويش أنا كلبة بكلب.